المرأة الغليظة ولا الضعيفة، قصيرة كانت ولا طويلة، هي عشق الرجل المغربي اللي بصفة عامة كيفضل الارتباط من خلال جولة قمنا بها بين الضعيفة والغليظة وأغلبيتهم باغينها متوسطة. مويان، ما تكونش غليظة ما تكونش رقيقة، على حسب اش. علاش؟ ايوا بنادم رقيق تيكون خفيف، انت كيجري ويخدم ويدير برامل غليظ كيكون ثقيل، ما عندوش الامكانيات ديال الجرا والخدمه و ضعيفه ميرسي غدير ضعيفه. ايوا علاش الدمار ضعيفه؟ كتكون عندها بعدا فورمه زوينه بعدا ماشي بحال المرا. انا بالنسبه ليا انايا كنفضل تكون المراه غليظه، عرفتي علاش؟ لان لا الى ولدات كيمشي النص وكيبقى النص. يلا كنجي هو هذاك في المستوى، يعني الغليظه خيار. بينو بين ماشي غليظه بزاف وماشي رقيقه بزاف، عاوتاني تكون عنيقه، مرة رقيقه شويه. انا كنفضل المرأة الرقيقه اللي هي في المستوى ديالي، وبالنسبه للمراه اللي هي غليظه يعني على حسب يعني الطاقه ديالي ما غاديش تكون موافقه عليها. يعني مراه مناسبه وصافي، ما يكونش مراه غليظه شويه هذوك رقيقه، المهم مناسبه هكوك هذاك الشيء. علاش انا تنفضل المراه غليظه؟ شي زوينه واندر فورم. لا ما تكونش غليظه، لا المرأة خصها تكون في الحالة ديالها متوسطة، لأن غادي يلقى معها مشاكل هذيك الغليظة، فما كلها مرض كلها هادشي اللي كاين. كنفضلها تكون غليظة مزيانة. علاش؟ لأن أنا رقيق، بنادم رقيق في النعاس يلاق. متوسطة متوسطة. وانت ايه بالنسبه للمراه؟ الانسه تكون متوسطه، ما هي غليظه ما هي رقيقه. بغي المراه تكون مايه، ما غليظه ما رقيقه. ومهما كانت علاقة آدم بحواء وطيدة ومميزة، إلا أن هناك أشياء كيتفقوا عليها غالبية الرجال منين كيبحثوا على شريكة حياتهم.